10 أسباب غريبة سجن الناس بسببها. المهاجرين المشتبه بهم تحتل الهجرة المرتبة الأولى فوق كل المستويات في نطاق هذا الموضوع، لكن هذا الاضطهاد مرتبط ببعض المهاجرين في بعض الأوقات. بريسيليا توريس أرسلت إلى السجن لمدة 4 شهور على الرغم من كونها مواطنة أمريكية، ببساطة لأنها لم تكن تمتلك أوراق إثبات الشخصية والإقامة. هذا كله بسبب أريزونا حماية وتأمين الأحياء الساكنة، أو ما يسمى وديا بأظهر أوراق الإثبات الشخصية. جمع مياه الأمطار. أرسل هاري هارينغتون إلى السجن لمدة 30 يوما، ببساطة لأنه قبض عليه وهو يجمع مياه الأمطار. معظم البلدان في العالم تشجع الناس على حصاد مياه الأمطار، لكن وفقا لولاية أوريغون يعتبر تجميع مياه الأمطار مخزونا غير قانونيا. تخيل أنه يتم القبض عليك لمجرد أنك وضعت برميلا فارغ خارج بيتك في وقت هطول الأمطار. حيازة الجندي للسلاح. خدم داني نايتنغل في سلاح الجوية البريطانية أثناء فترة الخدمة. تم إعطاؤه سلاح من طراز جلوك 2007 في أفغانستان من الحكومة العراقية. كان من المفترض أن يقدم داني هذا السلاح إلى الوحدة البريطانية التابعة لها، لأن السلاح بمثابة جائزة أو كأس شرفي من العراقيين لإثبات حسن نيتهم لمجهوداته. وللأسف هو يعاني من فقدان ذاكرة بسبب العمليات الحربية في الميدان، لم يقدم السلاح لوحدته. تم تقديمه لمحاكمة عسكرية بسبب هذا، وسجن لمدة 18 شهر في عام 2012. الفشل في توقع الزلزال. أرسل 6 من العلماء الإيطاليين بالفعل إلى السجن لمدة 6 سنوات، ببساطة لأنهم كانوا غير قادرين على التنبؤ بدقة الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 300 شخص، على الرغم من أن توقع الظواهر الطبيعية هي وظيفتهم، ولا يوجد أحد قادر على هذه التوقعات بدقة، لكن هذا لم يمنع هيئة المحكمة من الحكم عليهم. العثور على شخص ما على فيسبوك. كان يعقوب أحد هيئة المحلفين في جلسة إهمال القيادة، لكن انتهى به المطاف في السجن عندما اتضحت الرؤية وأنه أرسل طلب صداقة إلى المتهمة وهي امرأة شابة. كان من المفترض أن لا يفعل ذلك، وهذا لم يجعله يخرج من القضية فقط، بل سجن لمدة 3 أيام. إرسال الأطفال إلى منطقة تعليمية خاطئة. كيلي ويليامز بولر هي أم من ولاية أوهايو، حيث ارتكبت فعلا خطير، وهو إرسال أطفالها إلى مدرسة بعيدة عن أبيها حيث كانت تسكن معها. تغريدات سيئة. على الأرجح أن ليام ستايسي أسوأ كاتب على تويتر على الإطلاق. هذا الشاب ليس لديه أدنى فكرة عما يكتبه أو يقوله في الوسائط الاجتماعية، وقد ذهب بعيدا بكتابته ليسخر من أحد لاعبي كرة القدم الذي أصيب بسكتة قلبية في الملعب، وتم إخراج ليام من تويتر وتم إيقافه من جامعته وأرسل إلى السجن بسبب تدوينته المشينة على تويتر. اضطرابات الفيسبوك. تم إيقاف بولا آشر أثناء قيادتها تحت تأثير الكحول ومخالفة واحدة لهذا. كان من المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل ذهبت بولا على الفيسبوك وكتبت الرسالة التالية: حصلت مؤخرا على مخالفة واحدة فقط، أما أنا فقد صدمت السيارة. يا للعجب. أتت هذه الرسالة غير ضارة للقاضي، وطلب منها أن تزيل حسابها على الفيسبوك بالكامل، وعندما رفضت بولا تم إرسالها إلى السجن لمدة 2 يوم تأديبا لها. إبعاد الأبناء عن الآباء المغتصبون. شوك وانت هيرب من سكان بروكلين لديها طفل وأيضا زوجها في السجن بتهمة اغتصاب 3 نساء، ولسوء حظها أن القاضي حكم لزوجها السجين أن يرى ابنها ذا 9 سنوات. رفضت شوك وانت وقضت 50 يوما في السجن بسبب رفضها. تأخير كتب المكتبة. فعلت لوريتيل بعض الأمور التي فعلها معظمنا في فترة ما خلال حياتنا. تفقد أحد سكان نيو مكسيكو كتب الشفق تويلايت والأسطوانة الفيلم المأخوذة من الكتب في المكتبة المحلية عام 2010، ثم نسي تماما بعد ذلك. بعد 2 وصلت غرامتها ل 36 دولار، لكن بدلا من جعلها تدفع الغرامة أرسلت إلى السجن لمدة 1 ليلة. أليس من الخطأ أن تقرأ كتابا مريع وتسجن بسبب تأخيرها لمدة 2 سنين في إعادته للمكتبة؟